مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز اقول لكم على تجربه كده مريت بيها في عربيتي. ده اول فيديو مره، او يعني اول مره اعمل فيديو مع عربيتي بالمناسبه. التجربه ان انا كان عندي مشكله كنت لاحظتها، واني لما بدوس بنزين، ودي لاحظتها قريب، يعني بلاقي نور الطابلو بيزيد والانوار بتعلى. فدي حاجه طبعا بالنسبه لي غريبه. المشكلة طلعت في ايه بقى؟ المشكلة طلعت في ان في شحن زيادة، الدينامو بيعمل شحن زيادة او بيدخل للبطارية شحن زيادة، فطبعا بيخلي الانوار تزيد. دي مشكلة ممكن تكون كارثية. انا عن نفسي بحب اهتم بالعربية، يعني ما مش حتة ان انا ماشي والعربية دايرة وخلاص، لا، انا بحب دايما حتة ان ايه، حتة ان ودني تبقى مع العربية، ابقى مركز مع العربية، محنتك شوية تقدروا تقول. المهم بقى ان المشكلة دي كان ممكن يبقى ليها ضرر كارثي، وركز معايا ليه. البطارية بيدخل لها شحن زيادة، وده ممكن يخلي البطارية تنفجر او تفرقع. انا اوريدي في لمبة في الفانوس اللي على اليمين، بس الواطي، اللمبة اللي هي النور الواطي، اتحرقت طارت بسبب الموضوع ده. انا لما شفت حاجة زي كده ما استنيتش. فانا عايز اقول لك واقول لك، لما تكون في ممكن ضرر انت تكون شايفه ان هو بسيط، ولكن هو مش بسيط، ممكن يدخلك في مشكله، والمشكله تبقى كبيره او زي ما انا قلت كده كارثيه. فيفضل ان تاخدوا بالكم من عربياتكم كويس، تركز مع عربيتك، ما تحاولش تصبر على اي حاجه او اي مشكله فيها، لان وارد جدا جدا المشكله دي تكون بعد كده تعمل لنا مشكله اكبر بكتير. انا بقول لكم عن تجربه مريت بيها. انا عن نفسي بحب اهتم بالعربية، عربية اركبها احب اخد بالي منها كويس واصونها واحافظ عليها على قد ما اقدر. بجانب بقى ان احنا عارفين العربيات الفترة دي غالية جدا، فاللي هو حافظ على عربيتك وحافظي على عربيتك وخلي بالك منها، يعني اللي هو طبطب عليها يعني. وفي حاجة عايز اقولها مهمة، طول ما انت بتصون عربيتك، عربيتك هتصونك. يعني طول ما انت سمعت او حسيت بحاجة مش مظبوطة في العربية ورحت على طول تشوف فيه ايه، اعرف ان العربية هتصونك. في السفر هتلاقيها بتقولك يلا انا معاك، في اي مشوار هتلاقيها هتدور، هتلاقيها سادة معاك، اللي هو انا في ظهرك يعني، يلا بينا من الاخر يعني. فياريت تخلي بالكو. دي كانت تجربة يعني مع الكهرباء، مشكلة الكهرباء اللي ظهرت لي فجأة، والحمد لله اتحلت وغيرت الدينامو وبقى الشحن مظبوط وقست الشحن. فخلي بالكم من عربيتكم. اتمنى الفيديو يكون فاتكم. شاكر قوي ليكم. سلام.